شوفوا حجم سي جي أصبح بحجم نملة. يا إلهي أكاد لا أستطيع رؤيته. شوفوا معي يا رفاق. تعال توقف يا رجل الشرطة. بام يلا قلت لك توقف، لم تستمع إلى كلامي. يستطيع حمل السيارات. كما ترى طائرتي الخاصة عبارة عن نملة عملاقة. خطير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقاء، معكم أيوب أو يوبي، واليوم نتلكم بفيديو جديد ومو جديد من لعبة جي تي اي سان أندرياس. في هذا المود يا رفاق سوف نشاهد قدرات الرجل النملة أو أنت مان العجيبة والخارقة، فهيا لننطلق. حسنا يا رفاق، بداية قبل أن نبدأ أتمنى أن تدعمونا بزر لايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، فعلوا زر الجرس لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد. وإذا كان عندكم أي مود أو أي شخصية تريدون أن نقوم بتجربتها أو أن أعمل عليها فيديو فاكتبوه لي في التعليقات كذلك، وسوف أرى إذا كنت أستطيع يعني أن أعمل عليها فيديو أو ستشتغل عندي في الحاسوب، وإن شاء الله يكون خير. يلا أوكي، بسم الله على بركة الله. الظاهر أن هؤلاء العصابة يزعجونني كثيرا، لهذا سوف أتحول حاليا قبل أن ينتهي دمي. أوكي أنت مال أيوة يا سلام، شوفوا الدم عندي، شوفوا الهيلت عندي، شوفوا يا سلام، ارتفعت الهيلت عندي وأصبحت فل، هذا جميل جدا. حسنا والآن هيا لنلقنهم درسا لن ينسوه في حياتهم. تعرفون حان الوقت لكي نختبر الآن قدرات أنتمان العجيبة. حسنا نضغط على الواي. أوه أصبح أي تحرك. أوكي حسنا هيا سوف أدهسهم جميعا. بوم أوه ماتوا حتى هؤلاء، خذ لك هذه يا سلام. شوفوا الرجل النملة أصبح عملاقا. لا هذا ليس رجل النملة بل رجل الديناصور. والله أصبح هذا الرجل ضخما جدا، شوفوا يا سلام عليك يا سلام، أصبح ضخما جدا. أوه بحجم عمود الكهرباء أم بحجم العمود الإشارة. إشارة المرور. حسنا دعونا ندمر هذه السيارة. بوف بوم بوم يا سلام، هذه إحدى قدرات الرجل النملة وهو التضخيم، يعني شكله تضخيم حجمه. بوم خذ لك هذه اتبعني، هل تريد الموت؟ ها عنده قدرة أخرى جميلة جدا سوف ترونها الآن. اضغط على الإكس. يستطيع حمل السيارات كما في هالك، كما يفعل هالك. ثم نضغط على كليك رايت، بعد ذلك نضغط على اكس، ثم يقذفها بعيدا جدا. هل يستطيع حمل الدراجة؟ لحظة تعال والله اعتقدت انه سيحمله. حسنا
ماذا عن الدراجات الهوائية؟ يستطيع حامل حتى الدراجات الهوائية. ما هذا الرجل الخارق يا شباب؟ أين ألقيته بعيدا. يا سلام عليك، يا سلام. تعال 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 توقف يا رجل الشرطة. بام، يلا قلت لك توقف، لم تستمع إلى كلامي. أوكي، أخذت الدراجة رغم أنها محطمة. يلا بوف. ليست ضربة قوية. حسنا، يعني أخذ هذه السيارة، سأمسك بهذه السيارة وأقذفها أو أضرب بها هذه الشاحنة. بام، أو دعوني أخذ هذه الشاحنة. يلا، يا سلام عليك، يا سلام يا سلام يا سلام. بوف 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 بوف، وضربة من رجله فيحدث انفجار. شوفوا، يا سلام. حسنا، هذه إحدى القدرات الموجودة لدى الأنت مان. ثم نضغط على الار لكي يعود إلى حجمه الطبيعي. الآن تعرفون، سوف أذهب إلى مدينة الأخرى، وسوف يعني سنذهب سأستدعي طائرتي الخاصة. لكي نستدعي الطائرة نضغط على الاكس. هذه طائرتي الخاصة، يا سلام. دعوني أضغط على الار ار على هذا الشكل. مهلا لحظة، لا أستطيع رؤية مقدمة النملة. كما ترون، طائرتي الخاصة عبارة عن نملة عملاقة تطير. يا سلام يا سلام يا سلام، انظروا سرعتها أفضل من سرعة الهليكوبتر أو الطائرة الأخرى. شوفوا معي، يا سلام يا سلام. أوكي، أعتقد أنني سأنزل في هذا المكان. سأضغط الآن على الإكس، هكذا، ممتاز. رأيتم الآن نملتي العملاقة الطائرة، أتنقل بها، يمكنني استدعائها في أي مكان في عالم جي تي اي سان أندريس. والآن سوف ننتقل إلى قدرة الرجل النملة، يعني المعروفة جدا، وهي تقليص حجم رجل النملة حتى يصبح حجمه كحجم نملة. نضغط الآن على الار. أكاد لا أستطيع رؤيته. شوفوا حجم سي جي، أصبح بحجم نملة. يا إلهي، أكاد لا أستطيع رؤيته. يا إلهي، شوفوا معي. حسنا، دعوني أزوم عليه في ثم لحظة. شوفوا معي يا رفاق، شوفوا معي يا رفاق، شوفوا معي حجم الرجل النملة، أصبح صغيرا جدا. يا سلام، شوفوا معي، يا سلام. والله سأضع هذه الصورة في التامبنيل أو كصورة خلفية للفيديو، سوف أضع فيها هذه الصورة. والله شو حجمه، صغير جدا، والله صغير. أخاف أن يضيع مني. والله أخاف أن يضيع مني. حسنا، انظروا معي، أين اختفى رجل النملة؟ هل ترونه؟ أنا لا أستطيع رؤيته. قلت لكم سوف أضيع رجل النملة. لقد ضاع مني. ها هو، فقط يمكنكم التحرك عبر مكان يعني ليس يكون لونه واضح، بعد ذلك سوف يظهر معكم الرجل النملة. حسنا، أعتقد أنني طولت في الفيديو قليلا. هذه من بين قدرات يعني أجمل قدرات يعني رجل النملة، وهو تقليص حجمك حتى يصبح بحجم نملة، كما أنه يستطيع القتال. شوفوا معي، إنه خائف مني. حسنا، الآن
نضغط على الواي لكي يعود إلى حجمه الطبيعي. جميل جميل جدا، عاد إلى حجمه الطبيعي. حسنا يا رفاق، هذا ما كنت أبحث عنه. أشخاص كي أتهاوش معهم يعني أقاتلهم. الآن دعوني أستدعي صديقي، سأعرفكم الآن على قدرة من بين أجمل القدرات التي يمتلكها الرجل النملة، وهو استدعاء صديقه المحارب. سنضغط على رقم 4. هذا هو الآن صديقي، انظروا، سوف أشير على أي أحد ثم سوف يأتي لقتاله. يا سلام يا سلام، أي قاتلهم يا صديقي. تعال تعال معي، تعال 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 معي تعال معي. حسنا دعوني أعطيه أسلحة، دعوني أعطيه سلاح. نضغط على 2. هكذا الآن، شوفوا شوفوا معي هذا، شوفوا معي هذا، شوفي معي هذا، انظر يستطيع قتله. شوفوا أي واحد أشير عليه الآن سيقتله. شوفوا معي، أعطيته الآن قدرة خارقة، وكل من أشير عليه يقتله، كل من أشير عليه يقتله. يا سلام، من هذا؟ تعال أنت، تعال تعال. يا سلام عليك، يا سلام، أحسنت يا صديقي، أحسنت أحسنت، قضى عليهم جميعا. شوفوا معي، قضى عليهم جميعا لوحده فقط. كما أن فيه ميزة أخرى، عندما تضغط على رقم 4 عندما يختفي، يعني عندما تشير إليه يعني الصديق يختفي. انظر الصديق يختفي، لكنه يضرب، كلما أشرت على شخص يضربه لأنه الآن خفي. انظر معي، هذا الشخص. شوفوا معي، المشكلة أنني أمشي بالحرف زد، لهذا لا أستطيع أن أتوقف، لأن الصراحة هذه الطريقة تشتغل، يعني يجب أن تضغط على زد، بعد ذلك تضغط على كليك رايت، انظروا عندها يضرب، لكن يجب علي تغيير الحرف الذي أمشي به لكي أستطيع يعني التسديد، التصويب على الأشخاص بشكل جيد. شوفوا معي، يا سلام يا سلام، أنا لا أضرب حسن، أنا لا أريد الأسلحة، أنا لا أريد الأسلحة. شوف شوف، انظر انظر، هذا الشخص كذلك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لكن الصراحة أجمل قدرة أحببتها، وهي هذه القدرة، وهي هذه، تجعل من تجعله صغير جدا بحجم نملة. والله جميلة جميلة جدا هذه القدرة، مميزة. حسنا الرفاق، كما ترون هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، فأتمنى أن يعجبكم الفيديو، وأتمنى أن تنسوا دعمنا باللايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، فعلوا زر الجرس لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد. كان معكم أيوب أو يوبي، إلى اللقاء.